خير يا رب. وقع عباد الله نجيبك يكون وكل هذي. وقلنا ضربي على طبيبي حالي جاتي ولا داير شي صدفه في حلقه ياك ولا تتسير يدير كرش مشى للطبيب باش ما نا كاينش منهم مهتم بيا اختي والو. الحاله فقيره بنادم ما عندوش شات ما عندوش انت والي هاتي ما عندي ما سواش نهزو ما سواش نردو. مشاهدي صافي خلي حيت ما نقدروش نبينو هكاك خليها مغطيه مشاهدي قناه شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من نواحي مدينه الدار البيضاء بالضبط منطقه ديال ولاد زيان. ولاد زيان حنا مع هاد العائله هادو كيف ما كتشوفوا شوفوا الظروف الصعيبه اللي تيعيشوا فيها. عاد ما عندهم لا ضو لا ما لا حتى شي حاجه. عاد زيد عليها البرد القطره خصوصا في هذا الفرد فصل ديال الشتاء. محرومين من السكن اللائق ومحرومين بزاف ديال الحوايج في هذه المنطقه هذه. عاد هاد الام هذه عندها هاد الولد هذا ديالها هذا ولدك المهم تياك مريض ومحتاج المساعده وكيديوه بلومبيلونس للسبيطار وتعاودوا يرجعوه لهم. يعني ما عرفوش الحاله ديالو هو راه محتاج للعلاج. انتم شوفوا الحاله ديالو كيفاش دايره. نخليكم مع هاد السيده. السلام عليكم المهم. السلام عليكم. كيفاش عايشين هنا معذبين كيفاش مكرفصين؟ عايشه مقهوره. إلا ما نبيعو لا ما نشرو لا ما ناكلو لا ما نشربو اللي حنا علينا عباد الله راه حنا كنتقبطو. إلا كويبينا إلا كويزينا إلا الموحدين ها هو قدامك. والله باينين ولينا المحسنين والله ما فات المحسنين هما اللي راهم الناس تعاونوا معاهم. أنا من يحطو معايا هاد الدراري مساكن تماما في حالة مشات مع وليداتهم اللي بردو. يعني الحالة ضعيفة. الحالة ضعيفة. أنا راه اختي أنا كانت عندي الأكسيدة ما عادش 5 سنين دابا ولا هذا عندي الحديد في رجلي باقي حالي. دابا ما عندكم لا ما لا ضو لا حتى شي حاجة. عاد القطرة في كل شيء بحالة ضعيفة ما كاينش. هاكي 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 بويتي خطريت علينا. هاكي هاكي هي راه حتى هي مسكينه هادي راه عايشه معاها بالدواء راه خايشه ديال الدواء وري هادوك الدوايات اللي عندها. يعني خاصكم حتى السكن لائق حيت هاد السكن هذا راه غير عشوائي وعاد البرد وعاد الشتا وشحال من حاجه. والله الا اختي ملي تتصب في الشتا تيتسيح القطره القطره. هو هذا وبعد الدواء يجيب لها حتى حاجه بلا ما نديرو معاه حتى حل. الدواء سادير وكل شيء ليه. وعاد الولد ديالك المهم انت مريض ياك باش مريض باش مريض؟ مريض مرض خايب عنده مرض خايب. فيه سرطان مسكين الله يشافيه. شنو محتاج هذا السيد ولدك هذا شنو محتاج؟ محتاج العلاج اختي من الادويه الاكل الشراب راه الحاله ضعيفه. واش مريض بحال هذا غادي ياكل حتى الخبز ما بقاش ياكل هو. وعاد داك التيول اللي داير ليه في كرشو خاصو يتحيد دابا ياك. تيسيح ليه دابا اللي كلاه من هنا يخرج ليه من ما فهمنا والو. تديو للطبيب تيردو كديوه بلومبيلونس للسبيطار وتيرجعوه لكم. لابيلونس جينا غير مره مره ماشي مثلا الوقت اللي احتاجينا تجي راه تنديو غادي مرات على رجلي وبكروسه تاع الشانطي هذا باش تيتخان خدو تيتعقر تيو. يعني انتم كتشوفوا فيه بحال هكا وما في جهدكم ما ديروا. واش لا راه تا وقفنا عاد عيطنا عليكم صافي الحاله ما نهزو من يحطوا معايا هادو مساكن لا طوطو تمع معاهم. راه هي مسكينه مريضه طونسيو العصب كل شيء مخلط عندها بعدا المرات لا حبوبه لا تحضر الاتات الماكينات بعد كورونا لا خدمه لا والو ضربنا تعينا وقفنا اختي الغاب حنا نعيطوا عليكم على مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما كتشاهدوا معنا الأسرة هذه شحال المعاناة ديالها. عندهم هاد البلاصة فين ساكنين راه كلها قطرة ما عندهم لا ضو لا ما لا حتى شي حاجة. كنتمناو من الناس المحسنين يتصلوا بهاد العائلة هذه ويعاونوها. عندهم هاد السيدة عندها ولد ديالها مريض. أنتم كيف ما كتشاهدوا هو كيصارع هنا الموت بشوية بشوية كيموت بشوية بشوية محتاج للعلاج. يعني ما يمكنش تخليه بحال هكا ويتفرجوا فيه كيديوه حتى ال كيديوه حتى للسبيطار بلومبيلونس وكيرجعوه ليهم. ما يقبلوش لنا ما يقبلوش لنا لا بالجهه لا بالعود. وحتى هاد العائله راه ماشي في استطاعتهم باش يديوه لمصحه خاصه ولا يديوه باش يتعالج. كنتمناو من الناس المحسنين يتصلوا بهاد العائله هادي ويعاونوها باي حاجه. محتاجين للسكن اللائق محتاجين لهاد الشخص الداوى محتاجين لاي حاجه هاد العائله محتاجه لهم. لا ما ناكلو لا ما نشربو. ودي غتقولي لا حنا هذا ماشي مشكل. انا نتوما كيف ما كتشوفوا الاخ ديالهم كيصارع هنايا. لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه. يوطلينا ليكم مسكين. صافي اخويا صافي تيتوفى تيسير من فوالا تيسير ولكن قلب الله. الله يجيب ليه الشفاء يا ربي والله يعطف عليه ديال المحسن. كنديروا لينا والو ابقى انا كنت نشوف فيه كاع العائله والله القاسم.
يعني كنتمنى من الناس المحسنين اللي يتصلوا بهذه العائله ويعاونوهم، حيت فعلا كيستحقوا المساعده، راهم ساكنين. كغديري لي اختي؟ ما عندكش كديري لي والو، ما تيسيح من الكرجيال وكل نهار تيمسح ما واحد مكرفز بكرفز. يعني الظروف صعيبه، يعني نتوما كتشوفوا فيه بهذا الحال وما عندكم جهد باش تعاونوه. ديروا لي ما فهمنا والو، واش غديروا خلي يتذبح لدوحو اللوح والكلاب؟ الله يحفظك. اخوكم هذا راه نتوما قلبكم كيتقطع على قبل. راه الوالدين معقول راه والو، الوالده مسكينه الدار تتعيا والقلب ديالها ما يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تشافي، يا ربي يا ربي تشافي وتعطف عليهم قلوب المحسنين. مشاهدي قناه شوف تيفي، نذكركم هذه العائله هذه كيسكنوا هنايا في ضواحي مدينه الدار البيضاء، بالضبط المنطقه ديال ولاد زيان تطمن الليل. كنتمناو بالناس المحسنين يتصلوا بهذه العائله هذه ويعاونوها. الرقم ديالهم هو 07-044-72-68. هما نساو السكن الله اخو، نساو كل شيء، كيشوفوا غير في هذا السيد هذا خاصو يتعالج. الاخ ديالو راه قلبو تيتقطع عليه، راه مهمتو قلبو كيتقطع. تخرجوا مسكينه الطواليط كنديروا ليه تمام. انا راه داير تيو في كرشو حيت عنده سرطان ديال الامعاء ياك، وعاد داير صدفه في حلقه باش كيدوي. يعني كنتمنى من الناس المحسنين، كنتمنى من المصحات الخاصه من الجمعيات يتصلوا بهذه العائله هذه ويساعدوها. راه كيسكنوا في المنطقه ديال ولاد زيان تطمن الليل. الرقم هو 07-044-72-58. وان الله لا يضيع اجر المحسنين، وعافاكم ما تصلوا بهذ الناس وعاونوهم حيت فعلا محتاجين المساعده. شوفوا السيد راه تيصارع هنا، راه كيصارع. كنت هو تهزي في كروسه يعني حتى باش يديو للسبيطار ولا لومبيلونس كدير السبيطار ترجعوا ليهم. واش يسيح من الكرش وغتهزي اختي على الموطور غتهزي على كروسه؟ ما صناش كديروا لي والو، تيقول لك ما فارغاش مره ما فارغاش. يعني ان شاء الله يا ربي صوتكم يوصل للناس المسؤولين، يوصل للناس المحسنين، واللي ما قدرش يعاون غير يبارطاجي هذا اللايف هذا باش يوصل للناس اللي قادرين يعاونوا هذه العائله هذه غير في مصاريف بعدا ديال العلاج ديال هذا السيد هذا، وما يبقاش في هذه الحاله هذه. يعني راه هاد الناس راه ما عندهمش باش غادي يعاونوا، يعني عائلته راه ما في استطاعتهمش. يعني كون كان عندهم راه ما غاديش يخليوه في هذه الحاله ويشوفوه كيتقطع قدامه. الرقم نعاود نذكر بالرقم، هو 07-044-72-58. الطبيب كاع ما تيقبلوش، كاش غديروا ليه؟ خليهم يعني خاصو السبيطار تزيد، خاصو ينعس في السبيطار، ما خاصوش يبقى جالس في الدار. يعني خاصو ينعس في السبيطار هذا السيد. نداءنا لوزير الصحه، نداء للناس المسؤولين في قطاع الصحه، هذا السيد راه تيموت في دارو بشويه بشويه. جيو الناس يهزوه في لومبيلونس ويديوه للسبيطار تما فين غيتعالج. الرقم كيف ما قلنا هو 07-044-72-58. وهنا كنكون وصلنا لنهايه البث، كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.